التنفيذ بدءا من اليوم لأصحاب البطاقات التموينية، اذهب بسرعة لأقرب مكتب تموين، بننشر التفاصيل في الفيديو. وعاجل الإفتاء تعلن عن قيمة زكاة الفطر وهل يجوز إخراجها في بداية شهر رمضان، وننشر التفاصيل. وفي مفاجأة كبرى، إبراهيم عيسى يثير الجدل، البقرة كلها أنوثة وتستحق التقديس. وتعرف معنا على أسعار اللحوم البلدي والجملي والضاني والمفروم في بداية أيام شهر رمضان المبارك. وأثار الجدل وتفاعلات ضخمة على تجسيد الفنان ياسر جلال شخصية الرئيس السيسي، بننشر التفاصيل. وعاجل خبر صار تفاصيل تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4 إبريل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد ورمضان كريم على حضراتكم. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها زي ما بتعملوا في كل فيديو. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معنا. وعاجل الإفتاء تعلن عن قيمة زكاة الفطر وهل يجوز إخراجها في بداية شهر رمضان. وحدد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب15 جنيه كحد أدنى عن كل فرد. ووضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. وضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 15 جنيه جاء كحد أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد. أشار إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلا من الحبوب، تيسيرا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك. وأضاف أن قيمة زكاة الفطر بتعادل 2.5 كيلو جراما من القمح عن كل فرد، نظرا لأنه غالب قوت أهل مصر. أشار المفتي إلى أنه يجوز شرعا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر. وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلامية بل الإنسانية جميعا ظروف استثنائية غيرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان المبارك. المصدر معانا كان من اليوم السابع، وهذا كان خبرا هاما. اكتبوا لنا تعليق حضراتكم على هذا الخبر، تعليقات حضراتكم مهمة جدا، اي استفسار برد عليه. ننتقل مع بعض الخبر اخر. والتنفيذ بدءا من اليوم لاصحاب البطاقات التموينية، اذهب بسرعة لاقرب مكتب تموين. ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية رسالة عاجلة على بون صرف الخبز لهذه الفئة والخاصة بتحديث بطاقة التموين 22، ويكون ذلك بالأخص لمالكي السيارات الحديثة، حيث طالبت الوزارة من خلال نص الرسالة على بون الخبز لبعض أصحاب البطاقات التموينية ضرورة التوجه إلى المكاتب التموينية، وذلك من أجل تقديم ما يفيد من المرور ببيانات السيارات التي يملكونها. كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية بأن أصحاب البطاقات الذين استلموا رسائل عبر بونات صرف الخبز تكون هي الفئات المطلوب منها تحديث بطاقة التموين 22، ويتم ذلك عبر التوجه لمكاتب التموين التابعة لها، وذلك لتقديم البيانات المخاطبين بها عبر البونات. ويذكر أن أول البيانات التي طلبت وزارة التموين من المواطنين تحديثها هي التقدم ببيان الدخل الشامل للأسرة لجرد أصحاب الدخول المرتفع وتنفيذهم وتنقيتهم من منظومة البطاقات التموينية طبقا لما تقوم به الوزارة للتحديث، ويحصل المستحقين فقط على الدعم. كما يجب على أصحاب السيارات الحديثة ضرورة الذهاب إلى مكاتب التموين لتقديم ما يفيد بامتلاكهم أو عدمه للسيارات، ويتم تقديم شهادة من المرور تشمل على بيانات السيارة التي يمتلكها، أو تقديم شهادة تفيد عدم امتلاك سيارة في حالة استلام الرسالة. وضحت بأن محددات الاستبعاد من التموين تشمل حذف أصحاب السيارات موديل 2014 أو ما بعد هذا الموديل،
وذلك من أجل ضبط منظومة الدعم التمويني وحذف غير المستحقين من الدعم. المصدر معانا كان من صحيفة محتوى بلس، هذا كان توجيها عاجلا من التموين لأصحاب البطاقات التموينية بخصوص التموين وبطاقات صرف الخبز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وأيضا بنتظر تعليقات حضراتكم بخصوص هذا الخبر. إيه رأيكم فيما قامت به التموين؟ ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي مفاجأة كبرى إبراهيم عيسى يثير الجدل. البقرة كلها أنوثة وتستحق التقديس. تعالوا نعرف مع بعض يعني إبراهيم عيسى قال إيه. إبراهيم عيسى زي ما متعودين منه إنه بيثير الجدل، حيث قال إنه حين يتأمل ملامح البقرة يشعر بالتقدير لها، ولا مانع من التصديق أن شعوبا تقدسها لأنها تستحق ذلك. أضاف عيسى خلال حديثه في برنامجه الجديد جنينة الحيوانات الذي يذاع على راديو نجوم اف ام: عيون البقر حزينة ولازم تكون حزينة، هي كائن متحمل وكيانها في صلابة وليونة وأنوثة وتحمل وفي شقاء. وأشار إلى أن هناك نحو 1,370,000,000 بقرة في الوجود، لكن البقرة المصرية خاصة بتتحمل صبورة وشريكة حياة وثروة بالنسبة للفلاح، ولهذا يقدسها الهنود، وكذلك تقدسها في مصر القديمة حيث قدس وعبد العجل أبيس عند الفراعنة. وتطرق إبراهيم عيسى لتكريم البقرة دينيا، أولا بذكرها في آيات القرآن من خلال قصة بقرة بني إسرائيل، ثم إطلاق اسمها على أكبر السور وأطولها في القرآن، وقال: أكتر شيء ينغص علي لما حد يسخر من تقديس الهنود للبقر. تعامل الهنود مع البقر في رقي، كل واحد فينا لديه احترام للحيوان، وكلما تعاملت مع الحيوان بقسوة أو وقاحة فأنا أشعر بشكوك تجاه العواطف والضمير وكذلك قلبك، والبقرة على وجه التحديد لأنها نموذج حياة. وأضاف: البقرة هي الحياة بكل مقاييس الدنيا، وهي شريك في الحضارة والغذاء والصبر والعمل، والتعامل مع العجل باعتباره حالة ساخرة أو تهكيمه. ياريت بشر يبقى بقر، وياريت يكون بداخله صفات البقر من الصبر والعطاء. عاوزين نعرف مع بعض برضو أن إبراهيم عيسى سبق أن أثار الجدل بتصريحاته بخصوص الإسراء والمعراج، حيث قال أن حادثة معراج النبي محمد قصة وهمية، مهاجما رجال الدين الذين يتحدثون عن المعراج على أنه حقيقة وفق قوله. المصدر معانا كامل المصري اليوم، عاوز أعرف رأيكم. يعني إبراهيم عيسى بيقول إن البقرة يعني بيشوف إن في عينيها حزن، طب ليه لأ أستاذ إبراهيم عيسى؟ يعني حضرتك يعني شوف أنت صرحت بحاجة يعني زي دي، فليه يعني ما تقدمش على حاجة زي دي؟ البقرة فعلا يعني شيء يعني مهم في حياة الإنسان. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، ونشوف الناس هتوجه رسالة شكلها عامل إزاي للأستاذ الصحفي إبراهيم عيسى. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبمناسبة البقر عاوزين نعرف أسعار اللحوم في مصر بالتفاصيل. هنقول أسعار اللحوم البلدي والضاني والجملي والمفروم بالتفاصيل في بداية أيام رمضان. يبحث الكثير من المواطنين على أسعار اللحوم تزامنا مع بدء أيام شهر رمضان الكريم. سنتعرف مع بعض في هذا الفيديو على الأسعار في المنافذ الاستهلاكية والمنافذ الخاصة أيضا. شهد سعر كيلو اللحوم الطازة السودانية نحو 95 جنيه دافين في المنافذ الاستهلاكية، ووصل سعر الكيلو من اللحوم البرازيلي المجمدة ل 85 جنيه، وسعر كيلو اللحم المفروم المجمد البرازيلي نحو 85 جنيه برضه. وصل سعر كيلو من اللحوم الضاني الأسترالي المجمدة بالعظم ل 75 جنيه. وشهد كيلو اللحم البلدي بمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 110 جنيه. أسعار اللحوم في منافذ القطاع الخاص: سعر كيلو اللحم السوداني الطازة 95 جنيه، وسعر كيلو اللحم البرازيلي نحو 80 جنيه، وسعر اللحوم الهندي المجمدة 55 جنيه و48 جنيه للدواجن المجمدة. أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق: وسجل سعر اللحم البقري السوداني الطازج بالمجمعات الاستهلاكية نحو 90 جنيها. بلغ سعر كيلو اللحم البلدي الطازج نحو 155 جنيه. وصل سعر كيلو اللحم البقري البرازيلي المجمد ل 85 جنيه. سجل اللحم البقري الطازج في منافذ البيع الحكومية 100 جنيه للكيلو. وصل سعر كباب الحلة والبوفتيك إلى نحو 190 جنيه.
سعر كيلو اللحم الضاني ب 180 جنيه، وسعر اللحم الجملي نحو 120 جنيه، وتتراوح سعر اللحوم الكندوز بين 170 و190 جنيه للكيلو. المصدر معانا كان من صحيفة محتوى بلس. سأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وأثار جدلا وتفاعلات ضخمة على تجسيد الفنان ياسر جلال شخصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو من مسلسل الاختيار 3، يظهر الفنان ياسر جلال بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع في عام 2013. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق المشهد الذي ظهر فيه الفنان ياسر جلال مشيدين بأدائه، حيث قال في كلمته التي ظهر فيها بدور وزير الدفاع المشير السيسي ضمن أحداث 3 يوليو 2013 خلال اجتماعه مع عدد من القيادات الوطنية: أنا بشكركم جدا أنكم موجودين معايا، واسمحوا لي أقول لكم أني لازم أخذ قرار مصيري، قرار البلد محتاجه. وأثار مسلسل الاختيار 3 تفاعلا كبيرا بعد عرض الحلقة الأولى والثانية وتجسيد شخصيات عديدة من بينها الفنانة منى عبد الغني التي لعبت دور قرينة الرئيس السيسي انتصار السيسي، والفنان خالد الصاوي الذي قدم شخصية عضو جماعة الإخوان خيرة الشاطر، والفنان صبري فواز الذي قدم شخصية الرئيس المصري السابق المنضم لجماعة الإخوان محمد مرسي. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. عاوز أعرف رأيكم في المسلسل، الناس اللي شافت الحلقتين الأولى والتانية أو شافت على الأقل حلقة من هذا المسلسل تقول لنا رأيهم في التعليقات تحت أسفل الفيديو، بقرأ تعليقات حضراتكم. ننتقل مع بعض للخبر الأخير معانا وعاجل خبر صار تفاصيل تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4 ابريل 22. تراجعت أسعار الذهب في مصر مع عودة العمل بالبورصة العالمية بعد انقضاء الأجازة الأسبوعية، وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية داخل البورصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار حيث تربطهما علاقة عكسية. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية مع بداية التداول بنحو 0.07%، وتم التداول على 1923 دولار و55 سنت للأوقية، بينما ارتفعت أسعار الذهب في العقود الآجلة تسليم يونيو 22 بنسبة 0.12%، وتم تداول على 1926 دولارا للأوقية. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4 ابريل 22: سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم الاثنين 4 ابريل 22 1102 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراط 964 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 18 قيراط 826 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين 7712 جنيها، وكان مساء الاحد يبلغ 7760 جنيها. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الاخبار، اتمنى اكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم ان شاء الله. رمضان كريم عليكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب، وتحية كبيرة لابنوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج لانه بيتعب معنا كتير، واكتبوا لنا في التعليقات تحت ايه اللي محتاجين تشوفوه او تسمعوه في الفترة اللي جاية، وانا تحت أمركم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.